انا سعديه، انا اللي كنت درت التلقيح، ومن نهار درت داك التلقيح وانا مريضه، تنتنفخ و تنتقج و تنمشي لعند الاطباء مريزكو، كنضل فيه 3 شهور دابا وانا منفوخه، ما كنقدر لا نعس لا ندير حتى شي حاجه، لان سبات ليا في تخثر الدم اللي هو خطير، ماشي شي تخثر الدم اللي زعما شويه ولا هذا. كندق برا ولا دوز ديالها 8000، دقيت 6000 ما دارت لي والو، دقيت 8000 دابا بحال حتى هي ما دارت لي والو، وتندق يوميا الصباح وفي العشيه مدة 3 شهور. كانوا خرجوا لي شهر جربوا، كندير تحاليل، كندوك كل 3 ايام وكندير تحاليل ديال التخثر، كنمشي عندهم كيلقاوه مازال كما كان، وكيعاودوا يخرجوا لي عاوتاني، كيقول لي زيد عاودي دقي. كندوك دابا راه خرجوا لي شهرين اخرى، هي 3 شهور دابا انا كندوك تقريبا دابا شهر ونص وانا كندوك، عياوني لان قاصحين عليا، ما يمكنش ليا نكمل فيهم، بزاف عليا 200 درهم في النهار ما نقدرش عليها، بزاف عليا. انا ما تنصير ما تندير حتى شي حاجه، نقول تنشري غير داك البراوات باش نصح، ولا باش ما يبقاش عندي المشكله النفخ اللي عقدني في حياتي وتيقجني وما تنعش بحالي بحال الناس. تمشي مريزكو تنضل فيه مده 3 شهور دابا وانا تنضل في مريزكو، تنمشي بالليل تنتقج، تنمشي بالليل تيديروا لي اكسجين، انا ما عنديش علاقه بالاكسجين، انا تيتنفخ لي اللحم من الداخل، يعني بحال تيتنفخوا لي الدين تنفخوا. انا عندي سرطان اصلا وعندي القواط محيده، مثلا ناخذ طريتمون ديالهم، وعندي الانسولين من شحال هادي. كنت كندير تحاليل، لو كان ما كنتش كندير تحاليل كل 3 شهور ديال التخثر ديال فقر الدم ديال الكلاوي، باش نستمر في الدواء، لحقاش التحاليل ما يمكنش يعطوك غير الدواء ما يشوفوش التحاليل. ما كانش عندي هذا المشكل ديال التخثر، كون كنت ما كنديرش التحاليل او لا ما مريضاش او لا ديما ما تطلبوش لي التحاليل، كنا راه دائما كندير التحاليل، راه عندي التحاليل كاع ما فيهمش كاع التخثر. دابا مشكله ولا عندي تخثر والدم هابط، كريات الحمرين هابطه، لحقاش الدم جمد. ملي مشيت ودرت سكانير وداك الشيء، السكانير تيقول لك السكانير ما كاينش، خاسر، سيري شدي الموعد في السيبر، ما بقاش تشدي في ماريزكو، تمشي السيبر تعطيك عام. مشيت انا داكشي اللي عندي وهذا، درت سكانيرات، السكانيرات اللي عطاوني انا غاليين، لي ريم وسكانيرات صغار ديال السدار، ولكن هذاك الشيء كله درتو، من درتو اكتشفوا ان عندي عرق مبوشي في القلب، ما تيطلعش الدم للراس، وطلع الدم واحد لابارا يديرها، كنت كندوز فيها الدواء راه معروفه. سمحوا لي حقاش القلب ولا تيبدا يتناخد، يعني اي وقت كيقدر يبغي يوقف لي القلب، منين تنمشي عندهم باش يحيدوا لي، مبغاوش يحيدوا لي، قال لك لا ما نحيدوهاش لك، هي جامد فيها الدم، الا قصناها يطلع لك داكشي الراس، سيري الكلينيك. واش انا عندي باش نمشي للكلينيك؟ الكلينيك راه تنشوف فيه، ولكن الكلينيك راه ما يمكنش غادي تدخل يحيدوا لك لاباراي فابور، راه عمليه هذيك. مشيت للكلينيك والكلينيك طلبوا لي، قالوا لي ما عندكش لا كيس، ما عندكش هذا بريزون شارج، جيبي لا كارت، جيب لنا الفلوس هما الاولين، ما هضروش معايا، قالوا لي جيبي الفلوس هما الاولين، وشي حاجه قاصحه عليا ما نقدرش عليها. لحقاش انا دوزت انا من 2016 بعدا، وانا راه نتوما عارفين مرض السرطان، يعني بلا ما شي واحد نقول ليه، راه من 2016 وانا كنشري في الدوايات، وانا كان الدواء ما كيعطيوهش لك بعدا، انا عندي الدواء ديال السرطان دابا كنشربو من 2016 وانا كنشربو، وهاد البراوات اللي عطاوني دابا راه تيديرو 200 درهم ترد لك منا ما عرفت 10 دراهم ولا 300 ريال، انا ما عرفتش، المهم ترد ليا منا 300 ريال ما عرفت 10 دراهم في النهار، يوميا تندق وحده 200 درهم
تقريبا تيرد لك من 10 درهم. معروفين راه معروفين في الفرماسيان ومعروفين هادو ديال التختور، وكندوق 8000 يعني لا دوز طالعه بزاف وقاصحين عليا. راه دقيت مشيت لمريزكو، راه هما اصلا قالوا لي خصها تحايد، لحقاش خصها تحايد، راكبه في العرق اللي مبوشي. ومنين تنمشي عندهم تنقول لهم حيدوا لي غير باش نتنفس واخا غير شويه، كيقول لك لا ما نحيدوهاش لك. اي واحد مشيت عنده مريزكو كله صحاب القلب كلهم كلهم مشيت عنده ما بغاش يحيدوا لي. اللي مشيت عنده تيقرا الورقه تيقول لي لا ما نحيدهاش لك، ما بغاوش يحيدوا عليا. عييت بمريزكو دائما يوميا تنمشي انا يومي الا السبت والحد. ما تنقول لهم راه البرا اللي دارت ليا هكا راه ما كانش فيها هذا الشيء. نهار اللي دقيت وقع لي المشكل، نهار اللي جيت من سميتو بديت كنتنفخ، قلت انا راه شي حاجه عادي راه ماشي مشكله دابا يمشي هذا الشيء. صافي بديت كنتنفخ شي نفخ خيالي، مراه كل شيء عندي، راه عندي في التصاور عندي كل شيء. ودابا حاليا انا منفوخه، تيتصلوا بيا كيقولوا لي لا علاش كتذكري البرا، علاش ما تقوليش البرا. انا نعسه تما، نعست موريز قلنا عسوني وتعطوا لي تيقولوا لي كي بقيتي هادي، راه تبداو يسولوا فيا تيقولوا لي لا 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 ما تذكريش البرا، ما تهضريش على البرا. ولكن انا ما حتى شي واحد ما شاف فيا، حتى شي واحد ما داها فيا، حتى شي واحد. علاش حشومه؟ انا راه ماشي، راه انا راه بغيت حتى انا نصح، وحتى انا بغيت نعيش حتى النهار اللي يتقضى الاجل. حشومه ما عاوني حتى حد، ما سوني حتى واحد، ما راه بزاف عليا. راه واخا يكون بنادم ما عنده ما حتى شنو. انا تنناشد المحسنين وتنناشد الاطباء المحسنين يشوفوا فيا، لان عييت حتى شي واحد ما شاف فيا، حتى شي طب تيخافوا مني. راه ما عنديش انا تقاضى لي داكشي اللي كان عندي. وتناشد الناس المحسنين اللي في قلبهم الرحمه، الله يجازيهم بخير، الله يعطيهم صحتهم. غير شي واحد يشوف فيا ولا شي اللي في استطاعتهم، اللي في استطاعتهم باش يعاونوني. انا راه بغيت غير نعيش، انا بغيت غير نكتب صحتي، لحقاش ما يكونش بنادم السبب في الموت ديالي. انا باقا ما بغيتش نبقى نتعذب بحال هكا. شي واحد الا نقدني راه غيدي واحد الجزاء كبير. راه غي انا ما بقيت باغا والو، بغيت حتى انا نتقعد ونشوف ونوقف حتى النهار يدي مول الامانه امانته، وما نبقاش معذبه ليل ونهار. راه اللي بغى يشوفني يجي عندي مباشره ولا يعيط ليا ويشوف الحاله ديالي. وكل شيء الحمد لله بالوراق وكل شيء. هذا انا ما نكتب حتى على شي واحد. انا تنطلب الناس يعاونوني بدا في هاد البراوات، لحقاش ما يمكنش ما ندقهمش. انا حبساهم دابا، تقاداو لي وحبساهم، وما يمكنش ما ندقهمش. من ما كندقهمش راه كيجمد الدم في العروق، ما كنبقى لا نتنفس، ما كان الموت هذيك. والله يجزيكم بخير. راه هاد البراوات راه اللي بغى يعاوني فيهم، راه الفرماسيان ها الورقه عندي. الله يجزيكم بخير، والله يرحم الوالدين وهادشي اللي غنقول لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.